أن خط النهاية ليس بالضرورة تتويجا بل موتا. الكرة تابة تتمنى ترفض. ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كأس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ أنا الذي فعلت كل شيء، أنا الذي صنعت كل شيء، أنا الذي فزت كل شيء. أنا الكرة اللي تضحكني، أنا الكرة اللي ضحكتها، أنا الكرة اللي حطيتها، أنا الكرة اللي أمرتها. ترفض أغلى لاعب وأفضل لاعب. ولكن وإن غاب كما يقال، إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وما أكثر محاسن. لذلك مهما كثرت ذنوب الكروية وأفراح التي رسمها للجماهير